الجزء رقم 3 هو اسهل جزء ومش صعب خالص، هو برضو معتمد على الجزء رقم 2، ولكن في حاجة هنا بقى. احنا قلنا البروبابيلتي بتساوي 1/4 لكل ان، نتيجة ان احنا بنقول ان احتمال ان انا الاقي ال A زي بتساوي G زي بتساوي C زي ما بتساوي T، تمام؟ يبقى احنا معتمدين على فاكت او حقيقة معينة بتقول ان كل النيوكليوتايد كومبوزيشن is same، is same، واحدة، احتمال ان انا الاقي القاعدة ديت متساوي، تمام؟ فبالتالي probability of finding any random base pair would be equal، فهتكون متساوي. ولكن الحلو ما يكملش، هتاخد مع الدكتورة ولا بعد كده في الكورس بتاعها غالبا مناطق اسمها جي سي ريتش و جي سي بور. يعني ايه؟ يعني في منطقة كده تيجي في الدي ان ايه، حلو، تقول لك انا بميل اكتر للجي سي، انا الحتة دي بحب اوي 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 ارص فيها الجي سي، تمام؟ فالمقابل ليها ان الاي تي هتكون قليلة، تمام؟ او منطقة تانية، لا انا ما بحبش الجي سي، فبيكون الاي تي هو الاعلى، تمام؟ بيزد هنا معناها يميل الى، يبقى if the DNA sequence is based for specific DNA of base pair composition and hence the standard rules of probability would change. يعني ايه؟ يعني لو قطعة ال DNA دي او ترتيب ال DNA ده بيميل لنوع معين من القواعد، فبالتالي قاعدة الاحتمالية دي هتتغير على حسب هي مايلة للجي سي اكتر ولا ال AT اكتر. ايه الكلام الصعب ده؟ هنخش على المسألة على طول. بيقول لك لو انت ادالك قطعة من الـ DNA بتحتوي على 60% من الجي سي، حلو؟ من غير ما اكمل المسألة، هما لازم الاجابة الرقم في الاخر يبقى 100%. يعني لو انت 60% جي سي يبقى اكيد 40% اي تي. What is the probability of finding of restriction sites؟ ايه هي احتمالية ان انت تلاقي restriction sites؟ طيب جايب لك الموقع وبيقول لك، ثواني، هنا الموقع GAATTC، تمام؟ هنقول نحسبها ازاي. في النظام القديم كنت بقول لك ان انت ربع في ربع في ربع في ربع في ربع في ربع، واتفقنا 1/4 لكل ان اللي هم الست قواعد دول. هنا لا، هنا الوضع اختلف، بيقول لك ان المنطقه دي ريتش من الجي سي، يبقى الجي سي نسبتها 60%، تمام؟ يبقى الجي لوحدها 30% والسي لوحدها 30%، يعني تقسم الستين دولت على القاعدتين الجي والسي. يبقى جي 30% بتساوي 30 على 100، الصفر يروح مع الصفر تفضل 3/10 والسي 3/10. طب الاي تي الغلبانة لا، نسبتها 40%، يبقى نسبة الاي لوحدها 20% اللي هي 20 على 100 اللي هي 2/10، والتي 40 على 2 اللي هي اصلا 20% تبقى 2/10. وتيجي جنب كل قاعدة وتكتب الرقم بتاعها، 3/10 الجي هنا نسبتها كام؟ الجي نسبتها 3/10، تحط 3/10. الاي هنا نسبتها كام؟ تبص في الجدول اللي على الشمال ده او الحسبة اللي على الشمال دي، ب2/10. الاي التانية دي نسبتها كام؟ ب2/10. التي هنا ارجع بص هنا ب2/10. التي التانية ب2/10. السي دي ارجع بص هنا ب3/10. وتضرب كله في بعضه ويديلك ب144 × 10^-6، يعني تعملها بالحسابات على الموبايل باللاب على الآلة الحاسبة اسفة، هتطلع 9/62500. هتعمل ست مقامات، تضرب تقسم 9 فوق و9 تحت، تطلع 1/6944. يبقى الموقع هنا هتلاقيه كل 6944، one site every 6000 non-hydrate 44. طيب مسألة تانية بيقول ان الاندونوكليز كولد ايفر 2، تمام؟ بتقطع الدي ان ايه، جايب لك برضو الدبل ستراند. خلاص انا مش خايف، الدبل ستراند انا بقرأ القواعد ديت بتساوي كام، عددهم 6، تمام؟ طيب انا خلاص مش محتاج هنا، لو انا في النظام القديم كنت هحتاج عدد القواعد. هنا بيقول لك بقى ايه، هاو ميني كاتس، يعني عايز النمبر اوف ريستريكشن ان سايتس اللي بيقطعها الانزيم ده في جينوم سايز 3/10^6، تمام؟
لما كانت الجي سي ب40%. يا الله، يعني هو هنا عايز انك تحسب البروبابيلتي وعايز تحسب النمبر اوف سايدز. طيب البروبابيلتي هحسبها ازاي؟ هو قال لك هنا الجي سي ب40%، يبقى الاي تي نسبتها كام؟ نسبتها 60%. اعمل الحسبه ديت، يبقى الجي لوحدها ب20% اللي هي ب2 من 10، السي لوحدها ب20% 2 من 10، الاي تي كانوا 60%، يبقى الاي لوحدها 30% والتي لوحدها 30%، 3 من 10 3 من 10. وتيجي تكتب السنجل ستراند او عدد القواعد من الريستريكشن سايت سي سي تي اي جي جي، وتعوض بكل واحده من الحسبه اللي احنا عاملينها على الشمال دي، السي ب2 من 10 في 2 من 10، التي هنا ب3 من 10 تحت اهي، الاي هنا ب3 من 10، الجي ب2 من 10 في 2 من 10، تحسبها ب 144 في 10 اس ماينس 6، هتطلع بواحد على 6944. المسألة ما خلصتش لحد كده، لان هو طالب منك number of restriction site اللي هو خدناه في القانون هناك في البارت 2، اللي هو بيساوي number of sites بتساوي الجينوم سايز في probability. يعني البروبابيلتي هنا خلاص حسبناها 1 على 6944، والجينوم سايز ب 3 في 10 اس 9، هتقسمهم على بعض هيطلعوا لك 432000 موقع. طيب مسألة كمان، يا الله المسألة كبيرة قوي ليه كده؟ المسألة دي فيها تركة اسهلها لكم قبل ما نقراها. المسألة دي بتعتمد على بيشوفك فاهم ولا مش فاهم. مرة بيقول لك انت هتحل المسألة دي لما كان الاحتمالية ان الاربعة قد بعض، وده القانون القديم. ومرة لما يكون ان انا بقول لك ان هنا 60% ريتش اي تي و40% جي سي. الله، يبقى دي سهلة خلاص. انت في المرة الاولانية لما هتقولي ان هي ايكوال، هستخدم قانون ان البي بروبابيلتي بتساوي 1 على 4 اس ان، وهنا الان هتشوف هتساوي كام. بالنسبة لو انت حولتلي ان هي اي تي نسبتها 60%، فخلاص اقولك ان الاي 30% اللي هي 3 من 10، والتي 30% 3 من 10، والجي سي ب40%، يبقى الجي ب2 من 10 والسي ب2 من 10. حلو جدا. ومديلك مش عشان بقى يسهل عليك الدنيا، لا ده بيصعب عليك الدنيا. بيديلك انزيمين، انزيم بيشتغل على موقع عدد القواعد بتاعته 6، وانزيم بيشتغل على موقع عدد القواعد بتاعته 8. سهله جدا جدا جدا. هناخد انزيم انزيم على حده. اول انزيم اللي هو سانج 1 عدد القواعد بتاعته 6، بستخدم القانون القديم لما كانوا ايكوال لبعض، البروبابيلتي بتساوي ب بتساوي 1 على 4 اس ان، ب1 على 4 اس 6، ب1 على 4096. يبقى انا هلاقي موقع كل 4096. طيب لما حصل تشينج اذا كروموسوم هاد 60% اي تي، لا ان هو فيها 60% اي تي بيز بير و40 جي سي بيز بير، يبقى هنحسب بالحسبه دي تمام، واطلع ان هيبقى 1 سايت افري 6000. تمام، يعني واحد لكل 6000. يعني هنا بيقول لك ايه؟ ان هنا الاولاني كان لما كان الاحتمال ان انت تلاقي عدد الموقع عدد القواعد قد بعض احتمال تواجدهم، فكنت هتلاقي موقع لكل 4000 بيس بير. هنا تحت لا، لما حصل تشينج يبقى هتلاقي موقع لكل 6000 بيس بير. طيب المساله الرقم 2 الانزيم الثاني، تمام، اللي هو نوت 1 بيتكون من 8 بيس بير. هنحسب على الحسبة القديمة البروبابيلتي 1 على 4 اس ان، ب1 على 4 اس 8، ب1 على 65536. خلاص المفروض تكون حفظتوه من الجدول اللي احنا قلنا عليه، 1 سايت افري يعني واحد موقع لكل 65536 بيس بير. طيب لو حصل تشينج وحصل ان الكروموسوم ده بيحتوي على 60% اي تي و40% جي سي، هنعمل الحسبة ونبدأ نعوض مكان الجي سي، الجي ب2 من 10 والسي ب2 من 10، تفضل تضربهم في بعض، هتطلع الإجابة ب1 على 390625. انت شايف الفرق؟ شايف لما كان كل القواعد احتمال ان احنا نلاقيها قد بعض، فكنت كان الانزيم هيقطع كل 65000 قاعده، تحت هيقطع كل 390000 قاعده. طبعا الرقم اتغير والمسافه نفسها اتغيرت. انا كده خلصت. ده زي مساله بس محلوله، تمام، انت هتحلها مع نفسك وهي موجوده في حل، بس انت هتحل وتشوف انت فهمت حاجه ولا ما فهمتش. هتاخد اول انزيم جنبه الريستريكشن سايت بتاعه او ريكوجنيشن سايت بتاعه اللي هو جي جي اي تي سي سي، واشتغل عليه ان هما ايكوال الاول، اللي هي بنظام قانون بي البروبابيلتي بتساوي 1 على 4 اس ان، وهنا ال ان بتساوي 6، 1 على 4 اس 6، ب 1 على 4096.
وارجع اشتغل على لو هو الكروموسوم 60% اي تي و40% جي سي، وطلع الاجابه الاحتماليه هتكون بتساوي كام، وهكذا للايكو ار 1 وهكذا للنوت 1 وهكذا للاتش اي اي 3 هي 3. وشوف الارقام اللي بتطلع معاك، هل دي ارقام نفس الارقام وانت كده شغال صح ولا كده مش شغال صح. انا كده خلصت السكشن 1، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وفهمتوا، وان انا اكون قدرت ابسط لكم المعلومه على قد ما قدرت فعلا. واتمنى ان شاء الله ان يعني ايه نذاكرها اول باول علشان خاطر السكشن نمبر 2 معتمد اعتماد كلي عليه. في رعايه الله.